في هذا المقطع راح أجرب واحد من أشهر فنادق العالم واللي منتشر بشكل كبير في شرق آسيا، الفندق اللي يعتبر الأصغر في العالم والخيار الاقتصادي الأفضل، فندق الكبسولة. أنا الحين في قلب جاكرتا بالضبط عند النصب التذكاري الوطني، وراح أخذ إن شاء الله تاكسي من هنا إلى الكبسولة. وتخيلوا النصب العملاق هذا كله من فوق مصقول بالذهب بوزن أكثر من 32 كيلو. وبكل اختصار هذا النصب هو ذكرى لاستقلال إندونيسيا عن الاستعمار الهولندي اللي قلنا إنه دام لأكثر من 300 سنة. على مهم القصة ما أسوي هذه الحمد لله أنها خلصت وصارت إندونيسيا دولة كاملة مستقلة. الحمد لله على السلامة، هيقولوا إني ما ضبطتكم. هذه هي إندونيسيا دولة كاملة ذات سيادة مستقلة. حصلت الرجال الطيب هذا في الشارع هنا ويبيع عصيرات، قال لي هذا كوكونات وهنا ثلج يعصر عليه برتقال، كأنه هذا برتقال ولا ليمون، والله ما أدري شكله غريب مرة، والله ما أدري إيش هذا، فشكلي حجرب هذه والله ما أعرف إيش هي، والله طلع شكلها غريب يا جماعة كأنها برتقال، والحين حط عليها الموية وبيحطها في الكاس هذه. أوكي ودايس ما شاء الله 5 ستار سيرفيس الله عليك. يخففها بمويه، ايش الغش هذا؟ ايوه هذا اللي ما كنت ابغاه. وات از ذس؟ قولا كلها كانت ماشيه معايا صح ومبسوط صراحه، الا القولا هذه احسها حتخرب السيستم. يلا نجرب. الو سيماس سأل. والله طعمه يا اخوان كانه برتقال على مانجا، ما ادري طعم الفاكهه قريب البرتقال صراحه، اقرب البرتقال بس كده فيها حلاوة المانجا، مرة فيها حلاوة المانجا. يا ساتر قاعدين يصلوا وأنا ما أعرف. الله أكبر. الشيء اللي زعل صراحة إنه ما في أسانسير وكبسولتي في الدور الثاني، فراح أضطر إني أشيل 20 كيلو لدورين فوق. وهنا في زي المطبخ الصغير إذا واحد يبغى يسوي له شيء ولا يحط شيء في الثلاجة يكون في المكان هذا. الصراحة للحين يعني الأمور لا تبشر بخير، لكن يلا نشوف. طلع يا جماعة الدور الأول خاص للنساء بس، الدور الأول بس للنساء، فلو تشوفوا مكتوب هنا النساء بس وهناك الكبسولات. والله شكلها رهيب الصراحة، ملونة كذا أخضر وأبيض. يلا بقي لنا دور. وصلت اخيرا للدور اللي فيه الكبسوله حقتي، والصراحه الموضوع انه ما في اسانسير هذا كريه مره. شوفوا هنا مدخل الكبسولات والباب هذا ما ينفك الا بالبطاقه هذه، بس اول شيء بحط شنطتي هذه في الخزانه والجماعه معلقين ما انا اشوفهم هنا. هذا رقم الكبسوله حقتي 203، مفروض انه هذا راح يفك. يا سلام عجيب والله، يعطي سليبرات مع الغرفه، والله هو تعويض الاسانسير صراحه. يا ساتر بالملي حانت لحظة الحقيقة، والله الصراحة متحمس لها. واو أشكال الكبسولات رهيبة، مكتوب هنا عدم الإزعاج. كبسولتي رقم 203 203 203، أيوة هي دي. ويبدو أن كل الجيران عندهم عادة أنه كل واحد يعلق من شفته كذا. هي في النهاية خلاص كل واحد عنده شقة مصغرة في هذه الغرفة. وبسم الله ندخل الكبسولة. الله يا سلام والله العظيم رهيبة، وهناك في أزرار كثير ما أدري حق إيش، خلينا نجرب. هلا أبوي تقفل هذا كذا، اوبا كيف افتح النار؟ لا احط ابطا. اوو هلا ابوي. اوه يا الله والله راحه، والله مبدئيا رهيبه وفيها كل شيء تحتاجه، حتى التلفزيون موجود، وقالوا في التلفزيون هذا يمديك تفرج على ابطال اوروبا. يا سلام، هذا الزر اللي يقفل النور ويشغله، وهذا الزر لو ما ضغطته ما حيمديك تفتح الباب، لازم تضغط هذا الزر. فتح يعني الان الامان ممتاز. هنا تشغل المكيف حق الكبسولة، وهذا هنا زر التلفزيون عشان تتفرج على مباريات الكورة براحتك. تنسدح في القبر هذا تتفرج على أبطال أوروبا. أما الزر اللي هنا فتغير أنوار الكبسولة براحتك. لا خرب وين. وهنا برضو حاطين سماعات عشان اللي يبغى يتفرج على التلفزيون يسمع من السماعات بس. التلفزيون هذا ما في صوت عشان لا يسوي إزعاج في باقي الكبسولات. الصراحة أحس تجربة ممتازة إذا واحد بيسافر لحاله أو إنه ميزانيته محدودة أو إنه يبغى يجرب التجربة الجديدة، تجربة القبر الفخم هذا.
19 ريال سعودي يجيب لك هذه الكبسولة، وفي مكان في الداون تاون حق المدينة، والله ممتاز جدا. والله ما أدري إيش فيه حق الدخان هذا، فجأة اشتغل. بنزل أشوف إيش الوضع. حول ولا قوة إلا بالله. قبل شوية كنا نمدحكم، الحين شغلوه من هذا. أخ والله طفى، يستهبل والله طفى. أجل ليش كان شغال؟ والله طفى، ما أدري ليش كان شغال. واضح إنه اليوم هذا مو يوم سعدي أبدا. الخزانة ما راح تفتح. كلمت ريسبشن قبل شوية وقال لي أصبر، شكله حيكسرها ولا يسوي شيء. يعني حق الجرس هذاك يضرب، والحين الخزانة على بال تضرب. شوفوا هنا كبسولات في هذه الغرفة، وهنا كذا جلسة، وهذه دورات المياه والاستحمام، كلها نظيفة الصراحة. أنا نشوف إيش أخرتها مع الخزانة دي. أحس أبغى أعيد النظر في فندق الكبسولة هذا. فاينلي طلعت من الكبسولة على السريع، ورايح إن شاء الله على واحد من الأسواق الشعبية في جاكرتا. بس هذه مرة ما راح أخذ تاكسي عادي أو حتى توك توك، راح أخذ هذا الدباب. أوكي لازم ألبس هذه. يلا بسم الله. يا ساتر يا ساتر، أول مرة أركب حياتي دباب. سلولي سلولي بليز. ها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا رحلتنا. صراحة الموضوع مرعب. ها كماس اي سبيك انجلش اند عربي. واحد من المشاكل انه السواق لا يتكلم انجليزي ولا عربي، وانا مو فاهم عليش قاعد يقول لي، قاعد ينبهني على شيء من اول. الله يستر. شوفوا كميه الدبابات في جاكرتا. يو يا لطيف الطف، امه محمد كلها معاها دباب. هنا تحديث في مشكله جديده، قاعد مطر. يا ساتر يا رب، بس مطر يا اخوان. هذا ما يتزحلق الدباب ذا ولا ايش؟ والله واضح انها حتمطر مطر قوي. الو اللي كنت خايف منه حصل، مطرت. فقلت له نجي نوقف هنا شويه كده لين المطر يهدى. والله اصلا كلهم وقفوا الدبابات، الواحد مو ناقص زحلقه والله. A few moments later. وصلت السوق واخيرا، بس للاسف كل شيء مقفل عشان اليوم جمعة. والله حرام، ولا حق المطر والترويش والدنيا. المحلات مفتوحة هنا مرة قليل، والأسعار مرة طيبة. يعني مثلا هذا بالسعودية تقريبا 40 ريال. What about this؟ This one 100 روبية، يعني 21 ريال. And this one 200 mid end what فيتنام. والله يا بلاش هنا. اشتريت هذه الجزم وكلها مولية، لأن مقاساتهم هنا كلها صغيرة. شوف قاعدين يا والله كينج. اوه يا شورتس، انا جيت هنا بس مراعاة له. 3 بيس 100. ما شاء الله. ثانكس ماتش. تريما كاسيه معناتها بالاندونيسي شكرا لك. فانت تقول له تريما كاسيه يقول لك سما يعني عفوا كذا ولا ويلكم. يلا على الكبسوله مع هذه الجزمتين. على نغام الامطار هذه نرجع للكبسوله. الكبسوله متواضعه بسم الله. يا الله برضو الدرج. أسوأ شيء هنا هو الدرج. أنا في الدور الثاني جالس أقضيها رايح جاي رايح جاي رايح جاي.